السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع عبارة عن أداة تفاعلية عشان يرسم لنا الخرائط المفاهيمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يعني احنا نسأله سؤال كنا هنسأل شات جي بي تي. اهو السؤال، هو بقى بيبدأ يجيب لك التفاصيل بتاعة الحاجة وإيه الأجزاء اللي هو بيتكون منها بالشكل دوت، وكمان لو في صورة متعلقة بالموضوع يبدأ إن هو يحطه. فلو في أي نقطة عايز تفاصيل فيها أكتر، مجرد إن أنت تدوس يبدأ يجيب لك المواضيع الأساسية الخاصة بالموضوع دوت، تمام. وكمان في روابط تشعبية أو لينكات بحيث إن أنت تقدر تشوف التفاصيل أكتر أو يبقى عندك المراجع المتعلقة بالموضوع. فهي ده كويسة وتقدر إن أنت تتعلم عليها وتشتغل عليها مجانا.